السلام عليكم، بونجور لي زامي. في هذا الفيديو سنشرح المثل الفرنسي الشائع Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. لم يفت الأوان لعمل ما أو لفعل ما. لم يفت الأوان أو لم يفت الوقت لعمل ما أو لفعل ما. مثال: Il n'est jamais trop tard pour apprendre une nouvelle langue. Il n'est jamais trop tard pour apprendre une nouvelle langue. إن الأوان لا يفوت مطلقا من أجل تعلم لغة جديدة. إن الأوان أو إن الوقت لا يفوت مطلقا من أجل تعلم لغة جديدة. مثال آخر: في بعض الأحيان يبدأ الإنسان خاصة عندما يكبر في السن بتجاهل مظهره وبعدم الاهتمام بنفسه كثيرا بحجة أنه كبير في السن. تقول له أنت مخاطبا: Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. لا يفوت الوقت أبدا للاهتمام بنفسك. لا يفوت الوقت أبدا للاهتمام بنفسك. مثال آخر: Il n'est jamais trop tard pour changer tes habitudes. Il n'est jamais trop tard pour changer tes habitudes. نقف عند هذه العبارة قليلا، والتي تعني بأن الوقت لا يفوت مطلقا من أجل تغيير العادة السيئة. فغالبا عندما يصل الإنسان إلى سن 40 فما فوق، يصعب عليه تغيير بعض العادات السيئة والتي اكتسبها إما في طفولته أو في شبابه، والتي يمكن أن تكون مدمرة له كالتدخين مثلا أو الكسل أو الإسراف في إنفاق المال. فإن كان صديقا لك ستنصحه، وواجب الصداقة النصيحة. ستنصحه بطبيعة الحال عن الإقلاع عن عادته السيئة، وتكون الإجابة دائما: لا أستطيع، لقد فات الأوان. هنا تقول له أنت: لا يفوت أبدا الوقت لتغيير العادة السيئة. لا يفوت الوقت أبدا لتغيير العادة السيئة. Il n'est jamais trop tard pour changer tes habitudes. Il n'est jamais trop tard pour changer tes habitudes. À très bientôt.